أنا أعتقد إبعاد هذول المرشحين عن الانتخابات في الوقت الحاضر غير صالح عن الساحة السياسية، لأن كانوا منتمين عليه، المفروض ينتمون عليهم قبل هذا الوقت. مبادرة جيدة هذه، وإذا كنت نزاهة صحيح زين وبعاتهم واثقين من الأسماء الأشخاص اللي بعدهم، هذه خطوة جيدة وراح تكون عملية سياسية ناجحة والانتخابات تكون نزيهة جداً.